قلويات من اسمها قلويات، يعني شنو نتوقع المركب شي يكون كيميائيا؟ قاعدي. فاذا ان جنرال اغلب الالكالويدز هي تكون قاعديه. سبب قاعديتها شنو؟ هي النيتروجينس كومباوند اللي موجوده بيه. فالمميز انتم كل سكندري ميتابولايت اخذتوه وجدتكم بالامتحان ستراكشرات وجدول يمكن يا تايب من سكندري ميتابولايت، اشخص الستراكشر على اساس اني شم حدد النيوكليوس مالته شنو، اعرف على اساسه هو فلافونويد، اعرف على اساسه هو فولتايل اويل من الايزوبرينيون او غيره وهكذا، تمام. فهنا احنا عندنا النيتروجينس كومباوند هي المميزه للالكالويد، بس كل تايب من الالكالويد النيوكليوس مالته شويه مختلف بعدد ذرات الكربون قد تكون والاواصر وهكذا. لهنا اوكي؟ فيزيولوجيكالي اكتف يعني شنو؟ كل شيء ندرسه احنا بالعقاقير، بما انه هو اسمه عقاقير ونباتات طبيه فنتوقع انه اكو له فد ميديسينال يوز استفاد منها. انا ما ادرسه اعتباطا وما بي فد فائده هو، اوكي؟ فلازم يكون له فد فائده تعود لنا. بديهيا الاستراكشر قد يكون بكربون هيدروجين بالاضافه للنيتروجين المميزه بالالكالويد، قد يحتوي على اكسجين سلفر، قد يحتوي على قد يحتوي على كلور وبروم وفسفور وهكذا. زين هذول شنو؟ هذول لسته ليجومينوسيا وفابوريسيا ورانكوليسيا وروبيسيا وغيرها، هذول عوائل نباتيه. النباتات اللي منضمه تحت هاي العوائل هي مميزه انه تحتوي على الالكالويد، تمام؟ فبيحفظون منها ثلاثه مطلوبة من عندكم، على مود اخاف يجيكم اثنين عدد، على الغالب الكوزات راح تكون عبارة عن فراغات او ترو فولتس او ممكن يكون شورت السيف شيء بسيط، لان يعني عددكم هواي شوي بالتصليح يكون اسهل وانتم هم اريح لكم وما تضلون تحجون. لازم نتفق بالكوزات انه اكو حكي راح ينحكي قدامكم من المنزمة وابو معلومات راح احكيها. كل شيء انتم مطالبين به، الامتحان يجي عبارة عن راح تلاقي منزمة وراح تلاقي قدامك حكي انا قلته، اوكي؟ راح اقوله هو مو غريب، راح ينقال بالنظري وينقال بالعملي بس كمعلومه، تمام؟ فتكونون مطالبين كل شيء، تسجيل صوت داخل المختبر ما مسموح به، عندكم ورقه وقلم وعندكم الله يعطيكم الصحه والعافيه، عندكم ميدينات وتكتبون. حتى انت من تكتب تكون مترجم الجمله اللي اذا نحكيها حتى تتذكرها دايركت وتحفظها اسهل لك. زين. هاي بالنسبة للعوائل، فقلنا نحفظ ثلاثة، أخاف يجيكم اثنين شي تنسى وحدة يعني وهكذا. شلون أحصل على الألكالويد؟ أول شغلة تجي ببالي مين راح أحصله؟ من النبات، فإذا عندنا مصادر طبيعية ومصادر صناعية، كل الأدوية اللي موجودة قلنا يا أما ناتشورال أو سيمي سنثيتك أو سنثيتك، هاي حفظتوها أنتم. فأول شي يجي ببالي هو النبات، أقدر أحصل الألكالويد من النبات. فور إكزامبل عندي الإفيدرين أحصله من نبات الإفيدرا سينيكا. شو يشتغل الافيدرين؟ بما انه احنا قلنا كل شيء لازم له فائده بحياتنا. يعني يحفز لي سمباثيتك. ممتاز. هو سمباثوميميتك دراج يعتبر، يعني شنو؟ يعني اغونست على السمباثوميميتك ريسبتر، يزيد لنا السمباثيتك واكزوجينوس، اكو داخل الجسم اشياء سمباثوميميتك اندوجينوس الله خالق لنا اياها مثل الادرينالين والابينفرين والنوربينفرين وغيرها، هذا يعتبر اصلا يعني اكزوجينوس لي. يرتبط بنفس الريسبتور يعطيني نفس الافكت، يشتغل غالبا از فازو كونسنتراكتر افكت، يسوي لنا فازو كونسنتراكشن، لذلك هو او جنريشنز ما نلاقيها بالنيزل سبراي حتى تسوي لنا فازو كونسنتراكشن، فازو كونسنتراكشن فتعتبر از ادي كونجستنت، تمام؟ هذا بالنسبه للافيدرين. فاذا له فائده وموجود واقعيا. مرات بالمستشفيات هو والادرينالين وغيره جماعه عندهم هبوط بالضغط ويعطوهم فازو كونسنتراكتر حتى يصعد الدم بالاوعيه الدمويه ويصعدون الضغط. زين عندنا البافوتينين هو عباره عن الكالويد يستخلصون من جلود الانيمال، اوكي؟ فهذا مصدر ثاني طبيعي لنا او قد احصله من بكتيريا او من فنجس. عندنا السايلوسايبين هو عباره عن الكالويد يعزلوه من السايلوسايب اللي هو الفنجس، عندنا فنجس ثاني مشهور اللي هو الايرغوت اللي ياخذون من عنده الايرغوتامين، الايرغوتامين اللي هو ايضا الكالويد. صناعيا منين احصله عندنا؟ نيكوتينيك اسيد ان اشهر شيء مصنع من الالكالويدز اللي هو يصنع من امينو اسيد such as the tryptophan or aspartic acid. اغلب الالكالويد ناتشورالي او السنثيتك تكون derived from amino acid، يعني البريكيرسر مالتها الاصلي بالبايوسينثيسيس مالتها يكون امينو اسيد، تمام؟ تفهمون؟ اذا احكي سريع قولوا لي حتى ابطل لان انا احكي سريع، بس انتم دائما تحبون واحد يحكي سريع حتى تخلصون. زين النيم مال الالكالويد شلون يختارون تسمية الالكالويد؟ هسه من قلنا افيدرا سينيكا وكان الاكزامبل عليها افيدرين، من قلنا ايرغوت وكان ايرغوتامين وهكذا.
عندنا النبات الاسم العلمي ماله دائما شي يكون بجنرا وسبيشيز، مو صح؟ فالالكالويد مرات ياخذ اسم الجنرا، مرات ياخذ اسم السبيشيز يعني مشتق منها، او ياخذ اسم الفاميلي مالتها، او اعتمادا على النيوكليوس الموجوده بالستركتشر المميزه البي طول اسم. فهذا نباتيا وكيميائيا. غيره ممكن فارماكولوجيكال اكتيفيتي مميزه يسوي لي اياها، فديوز معينه، ممكن فتسايد افكت مميز، ممكن اسم عالم اكتشفه وهكذا، تمام؟ فعلى الاساس يسمون. فرضا عندنا الاتروبين اللي هو الاتروبا فيلادونا. نبات الاتروبا فيلادونا سامعين بيه، سامعين بالاتروبين، هو عباره عن الكالويد من التايب مالت التروبين الكالويد، بعدين تاخذوه. شنو اسم الاتروبا فيلادونا بالعربي كنبات؟ ست الحسن. ليش يسموها ست الحسن؟ مدرياسس. عندكم بعدين تاخذون مصطلح المدرياسس اللي هو يعني يسوي لنا توسع في حدقه العين اللي هي الاي اوف بيوبل، يسوي لها مدرياتك، او المايوسس اللي هو شرينكينج يصير بها يسموه مايوسس. ف الاتروبين هو واحد من يعني تكتبوها ريسبترات، وهاي هو واحد من موسكارينك ريسبتر انتاغونست، يسد الريسبتر ويسوي لنا مدرياسس بالعين اعتمادا على الريسبتر مالته. فليش ما كانوا يسموها ست الحسن؟ كانوا ياخذون الاوراق مالتها قبل الايطاليان ليديز، النساء الايطاليات قبل سابقا ياخذون الورقه مالتها يتخيلون انه هي تكبر العين، اوكي؟ فيسموها ست الحسن. الدوز مالت الورقه اكيد يكون قليل بها الاتروبين مقارنه منه صناعيا وقطره وهيك شيء. فالافكت مالته يبقى تقريبا من 7 إلى 14 يوم، الديوريشن مالته طويل، فتبقى تقريبا هي اسبوعين وهي مسطوره، بس يعني تتخيل انه اضاف لها جمال، لانه يعني واقعيا هو المدرياسز يسطر. فاكثر شيء وين يستخدموها القطرات؟ دكتور ماي بالفحص البصري، بالاي اكزامينيشن تيست يستفادون من عنده حتى يسوي المدرياسز، بالسيرجري مال العين ممكن تفيد، هذول اللي يشتغلون تجارب على الرات والمايس واشياءات التجارب المختبريه ممكن تفيدهم، بس بسبب اللونج ديوريشن اوف اكشن مالته احنا ما نستخدم الاتروبين حتى بالفحص البصري هو بالذات، لانه انت يعني تروح تفحص بصرك لمده دقيقتين ثلاثه وتطلع وما تظل مسطور اسبوعين. فاكو شيء اسمه البايلوكاربين هو شورت ديوريشن، نفس التفاصيل، وهمين هو ناتشورال برودكت حتى تعرفون فائده النبات، انه اغلب الاشياء الموجوده هي نباتيه، جاي من نبات البايلوكاربس هم راح تاخذوه بالالكالويد بعدين بالنظري. همين الديوريشن مالته المميز انه كلش قصير، ساعه ساعه ونص هيك شيء، فيعني يقدر يتلافى مشكله المدرياسز افكت مالته. هذا اخذناه منين؟ من الاسم مال الجنرا. الاسم الجنرا هي اتروبا، انطاني اتروبين. بينما الإريثروف زايلم كوكا، نبات الكوكا، الكوكاين هو من السبيشيز مال النبات، واحد من الدراكس اللي موجوده اللي تسوي ادكشن او يستخدموها بالابيوز دراكس اللي يسبب لنا الادمان. همين جايه من نبات طبيعي. زين كمان نين قلنا الارغوت يعطينا الالكالويد اللي هو الارغوتامين. البيولوجيكال فيزيولوجيكال اكتيفيتي عندنا الايميتين، الايميتين هو عباره عن الكالويد، سموه ايميتين لانه يسوي لنا ايميسز، الايميسز اللي هو الفوميتنج، فيعتبر كانه ما كان سايد افكت له، اوكي؟ فسموه على اساسه. البيليتراين هو اسم اخذوه من اسم العالم اللي اكتشفه. قبل الزمن القديم كانت عندهم هاي الالهه اللي يتمسكون بها، اكو اله كان عندهم اسمه المورفيوس، فسموا المورفين على اساسه، اوكي؟ مو هكذا. هنا اكو شيء اكو اشكال؟ الكلاسيفيكيشن مال الالكالويد. شلون نقسم الالكالويد اعتمادا على الكيميكال ستراكشرز مالتها؟ تدعوني شوي قد شوي خلنا مكان نصفي. اكو ثلاث انواع رئيسيه، ثلاث كلاسات. اغلب الالكالويد المميز فيها انه هي نايتروجينس كومباوند، اغلبها درايف فروم امينو اسيد. اكو شروط لازم يستوفيها الالكالويد حتى اقول عليه الكالويد. عندنا اول تايب نسميه لترو الكالويد. لترو الكالويد فيه ثلاث شروط، من يستوفيها اسميه لترو او التيبيكال اللي هو نحصل على كل شيء. اول شغله انه لازم اكو نايتروجين. كل الالكالويد لترو وغيرها بها نايتروجين. بس شنو المميز بهاي النايتروجين؟ لازم تكون از هيترو اتم، مو نيتروجين عاديه بالستركتشر. شنو يعني هيترو اتم؟ حلقيه تقعد بنص الستركتشر، نص الحلقه اللي هي عندنا اس و او ان، هذول ثلاث اتمز ممكن تتحول الى هيترو اتم. فرضا عندنا هاي الحلقه نسميها هنا هاي ان، بنص الحلقه تكون
تكون مشتركه بمكان ذره كربون وليس از سبستيتوانت على الحلقه. تمام، هاي مو هيترواتم، هاي نسميها هيترواتم. فالهيترواتم اذا وجدت بنص السايكل نسميها هيترواتم، سوري النيتروجين. الحلقه شو نسميها؟ هيتروسايكليك رينج. تمام، فاذا اولا اكو هيترواتم، ثانيا هيتروسايكليك رينج، هاي شرطين. الثالث derived from amino acid. The precursor مالته بدايته هو amino acid. من اشوفه هيك اقول عليه شنو؟ ترو الكالويد. التايب الثاني شو يسموه؟ يسموه البروتو الكالويد. البروتو الكالويد بقى محافظ على نفسه بالصناعه مالته، بقى جاي من amino acid. ولكن ما عنده هذا الشرط. مال الهيترو اتم موجود نيتروجين، لازم اكو نيتروجين بالستركتشر، بس قد تكون هيك از سبستيتوانت. اوكي؟ فبالتالي ماكو لا هيترو اتم ولا هيتروسايكليك رينج، بس جاي من امينو اسيد. السيدو شنو؟ السيدو يسمون الكالويد الكاذب. السيدو تشوفه تباوع عليه الستركتشر مالته كامل هيترو اتم وهيتروسايكليك رينج وتباوع تقول الكالويد، بس هو واقعيا هو ما مصنع من امينو اسيد. تمام؟ البايوسنثيسيس مالته ما جاي من امينو اسيد، الستارتنج بوينت مالته هو مو امينو اسيد. هنا اوكي؟ اكو نوع رابع نضاف بالجديد قاموا يضيفوه يسموه الفولس. كنت بالنظر يضيف لكم احنا هنا بالعملي ما عندنا اياه، انتم بالنظر عندكم بس هيك مجرد للتوضيح. شايفين انتم اشتغلتوا رايجينات، هذا ينطي بوزيتيف ريزلت، هذا ينطي نيجاتيف ريزلت عليه سبيسيفيك تيست، جنرال تيست، مو اشتغلتوهم ذني كلهم؟ الفولس شنو؟ الفولس هو اصلا مو الكالويد. ماده بيها يعني مركب بيه نيتروجين، قد يكون امينات، امايدات، اي شيء بي عندنا شو اسمه؟ بيه نيتروجين، بس هو مو الكالويد. ما بي اي شرط من شروط الالكالويد، ولكن ينطيني فولس بوزيتيف ريزلت بالتيستات. من اجي اسوي له تيست يعني يغرني انه هو ممكن يكون الكالويد، تمام، بس من اجي اشوف الستركتشر مالته هو مو الكالويد، فينطي فولس بوزيتيف ريزلت بالتيستات مال الالكالويد المميزه اللي راح نجي نشوفها خلال الاسابيع. لهنا أنا تمام. ممكن هذا التقسيم يعني ثلاث كلاسات ممكن ينطوها غير تسميه مرات، ينطوها النان هيدروسايكليك والهيدروسايكليك او التيبيكال او الاتيبيكال، نفس الشيء انه بي هيدروسايكليك او ما بي، فيسموه اذا بي هيدروسايكليك ومستوفي شروطه يسموه التيبيكال، وهكذا يشبه. اغلب الالكالويدز اللي عندنا بالنبات هي تكون هيدروسايكليك، يسموها مرات تيبيكال الكالويد او ترو الكالويد، عباره عن 14 جروب عندنا من الالكالويدز ضمن هذا الكلاس. هذا وياكم لو عليكم ويانا شو ينطبق؟ ياخذ خيره بالفرن. هذا لسه مال ال 14 جروب من الالكالويدز راح تاخذون جزء من عندها بالنظري، عند الفيرول الكالويد والفيروليدين، عندنا الاتروبين الكالويد جماعه الاتروبين، وينولين جماعه الاندول الكالويد، جماعه البيورين الكالويد اللي هي الكافيين وغيرها، السيرويد الكالويد وهكذا. كل شيء تسميته هنا يعتمد على النيوكلياس. لا تفضل عندكم هذه مختصر المفيد، يعني اشاءات واضحه وسهله تقدرون تحبوها. هسه هنا عندنا فايرول الكالويد المميزه به هي الفايرول النيوكلياس الموجوده، اللي هي عباره عن حلقه خماسيه بها هيترو اتم، فهي هاي هيترو سايكليك رينج بها دبل بوند. الفايرول فايروليدين ما بها واسط. زين الفيروليدين هي عبارة عن اثنين فيروليدين يوز توجذر مشتركة بهيترو اتم وحدة. زين بيبريدين نفسه بس انها حلقة سداسية بها هيترو اتم ما بها اواصط. اللي هو احنا اليوم موضوعنا بالفلفل الاسود راح يكون على التايب اللي هو بيبرين الكالويد. زين التروبين الكالويد قلنا جماعة الاتروبين، والكوينولين الكالويد جماعة الكوينولين حلقة بنزين وياهم هيتروسايكليك اتم. زين الفيزيوكيميكال بروبرتيز مالته شنو؟ غالب الالكالويدز تكون بيتر تيست، غالبها تكون كلرليس، بعض من عندها يكون ملون يلو اور اورنج، اغلبها تكون سوليد ما عدا النيكوتين يكون از براون ليكويد. هذني الاستثناءات حاولوا تميزوها تجيكم بالكوزات. ما راح نجي نشوف التيستات ونشتغل، راح نشوف انه اغلبها ويا الهيفي ميتال وسوينا بريسيبيتيت عن شلون اعرف البوزيتيف ريزلت مالتي بي الكالويد. بعدين تاخذون نجيب بدري ديش ابيض ونشوف البريسيبيتيت الاسود او الاورنج او شو يا لون مالته يتكون، ما عدا عندنا الكافاين ما يتفاعل ويا الهيفي ميتال وما يكون لنا البريسيبيتيت. زين
اغلب الالكالويد هي ويك بيس جدا، ولكن قد تسحف شويه للاسيد، قد تسحف شويه للامفوتيرك او للنيوترال اعتمادا على شنو؟ النيتروجين هو ثابت ومنطيني القاعده مالته. سبستيتيوشن او الفانكشنال جروب الاضافيه بالستركتشر، شيء نضاف عليه ممكن يحوله. اذا نضافت مثلا فينول جروب، فينول جروب سوري اللي هي حلقه بنزين او اتش، دائما تعطي مركب شويه اسيديتي. اذا تحول امايد يعطيها نيوترال او امفوتيريك وهكذا. اوكي، فاكزامبل على الامفوتيريك عندنا الثيوفيلين والثيوبرومين. الثيوفيلين ايش يشتغل؟ برونكو دايليتر موجود بشرابات البرونكيام، شرابات الاكسيديل مال سامره. برونكو دايليتر حاله حال البيوتادين، ولكن السايد افكت يشتغل طبعا كل واحد على ريسبتر وحده. السايد افكت مالته شويه عالي، يسوي تكيكارديا، يسوي ارثميه، فالاشخاص اللي عندهم امراض قلب يعني لازم ياخذوا بحذر. ما اخذ تو برونكو دايليتر بنفس الوقت لانه يزيد التكيكارديا كلش وهكذا. فهو طبيعيا وناتشورال برودكت ايضا موجود بالصيدليات. Most of alkaloid are poor soluble in water. ليش بسبب انه هي weak base؟ مذوب قليل، ذوبانيتها قليله بالماء. شو وقت ازيد ذوبانيتها بالماء من احولها الى ملح؟ شلون تتحول الى ملح؟ طلع حامض. راح تشوفون بالبروسيجرات، اغلب البروسيجرات على طول الكورس متشابهه، مجرد التايب يتغير اسمه. زين، ما عدا عندنا منه عندنا الكافاين الوحيد اللي يذوب بالبويلينج ووتر، وهم من نجي نشتغله راح تشوفون. فالكافاين صار عنده استثنائين، ما يسوي لي بريسيبيتيت ويا الهيفي ميتال، ويذوب بالماء بالبويلينج ووتر. فاذا هي ما تذوب بالماء الالكالويد، وين تذوب؟ بالاورجانيك سولفنت اكيد، اللي هي الايثر، كلوروفورم وغيرها. السايكلوبامين هو اكزامبل على توكسيك الكالويد موجود بالليفز اوف كورن ليلي. عدد ذرات النيتروجين اللي موجوده دائما بالالكالويد ممكن تتراوح من 1 إلى 5 كهيدروأتم، واحد او مركب يجي باثنين او ممكن 5، وتكون موجوده از برايمري اور سكندري اور تيرشري امين. تعرفون انتم النيتروجين عنده 3 أواصر تربط، فاذا مربوط بعصره واحده تبقى 2H يعني اتشات 2 فيكون برايمري، إذا تبقى اتش وحده سكندري، واذا ارتبط ارتباط كامل فيكون تيرشري. بما انه احنا قلنا كل شيء له فائده، فالكالويدز عندنا لسته من الادويه، طبعا الكالويدز موجوده بالصيدليات، استفاد منها صيدليات المستشفيات. منها عندنا الكولجيسين اللي هو لحد الان موجود ازتا بالصيدليات، يستخدم فور ريميدي فور ذا جاوت، داء النقص. زين، اكو واحد غير جروب شوي يشتبه بيني اللي هو سواها اي وقلبها معزه. اوكي، الا هو يعني مرض يعني يعالج مرض، في عارف المعزه في يعالج فيه. زين، المورفين هذا انالجيسيك، تعرفون هو واحد من الادويه اللي يدمنون عليها والمخدره. انالجيسيك مرات يسموه بين كيلر من شده الانالجيسيا اللي يسبب لنا اياها، يسموه بين كيلر. الكوينين انتي ملاريا اخذتوها يمكن مايكرو ويجي اشياءات، موجود بالصيدليه الجنريشن مالت الهيدروكسيكلوروكوين اذا احد شايفه. يستخدموا مرات ايضا بالروماتويد ارثرايتس. سابقا هو كانت الملاريا كانوا يستخدمون. زين، الفينكريستين والفينكناستين هذول يستخلصوها من نبات هاي الورد مال عين البزون، هاي الوردات البنفسجيه موجوده، هي مزروعه بكل مكان تلاقوها. لحد الان هاي الادويه موجوده تستخدم از انتي كانسر. اوكي، فهن ذني الكالويد مستخلصينها من نباتات تستخدم از انتي كانسر. الكودعين يستخدم از كف سبرسنت، يستخدم في معالجه الدراي كف او سبرسنج اوف كف. زين، موجود طبعا شرابات البلموكودين والتوسيفان وغيرها موجود ان كومبينيشن ويا بقيه الادويه، يستخدم فور ذا دراي كف. المورفين والكودعين يعني للمعلومه لكم انهم اثنيناتهم من عائله واحده، هم والهروين وغيرهم، هذول الادويه المخدره يسموها الادويه المخدره او الناركوتيك دراج، او يسموها الاوبيويدز. والاوبيويد ليش؟ بسبب انه النبات مالتهم الخشخاش، البابور سمنيفيرم او نبته الاوبيوم هي هاي الخشخاش مالته، موافقه على اساسها سموها الاوبيويد او الناركوتيك لانه تشتغل مخدره. اثنيناتهم موجودين بنفس النبات تقريبا او اكثر من نبات. اثنيناتهم يشتغلون على نفس الريسبترات بالجسم، ولكن ليش هذا يكتبون عليه انالجيسك وليش هذا يكتبون عليه فور دراي كف؟ تعرفون انتم يعني ما سامعين بالريسبترات او لا؟ الريسبترات هي عباره عن اشياء موجوده بالجسم يرتبط بيها الدراج حتى يعطيني بايولوجيكال اكتيفيتي تبدي السلسله. شده ارتباط المورفين بالريسبتر كلش عاليه، هذاك ارتباطه يكون اخف، على العلم هم نفس الريسبتر يرتبط. فكل ما زادت الشده كل ما زادت الانالجيسي وكل ما زادت السايد افكت مالته. الكودعين على قلته فهو لو انالجيسك اكتيفيتي،
قليل يستخدموا analgesic activity إلا مرات يجوز يدخلوا combination البرستول بروفين أو شيء ممكن إنه يزيد لي الإفكت مالتهم. فالمورفين طبعاً ينحصر في المستشفيات وموجود بالصيدليات. الكوداين يعني لازم ينصرف بوصفة والأعمار مالتهم مختلفة مسموح بيها. كلهم كل الأوبيويد أو الناركوتكس تشتغل على الكف سبرسينج سنتر الموجود بالدماغ، فلهذا تستخدم فور دراي كف. بس المورفين هو وهيبته يعني ما يحطوا بالشرابات يعني مال القحة، بالإضافة إلى أنه شغله كأنالجيسيك أقوى من شغله ككف سبرسينج عكس الكوداين. بلاك بيبر يعني شنو بلاك بيبر؟ الفلفل الأسود. هذا الكمان نيم، لازم تفرقون بين شيء اسمه كمان نيم بين شيء اسمه ساينتفك نيم وبين شيء اسمه عائلة. فمن أقول كمان نيم هو بلاك بيبر، من أقول ساينتفك هو بيبر ميجرام، من أقول عائلة هي بيبريسيا. فتسمية هذا أول تايب من الألكالويد، التايب اسمه بيبرين ألكالويد كتايب بشكل عام. بيبرين ألكالويد موجود بداخل الفلفل الأسود. زين الاسم مال البيبرين الكالويد منين اخذوه اذا تنسالون؟ ممكن من الجنرال، ممكن من العائله، وممكن من النيوكليوس مالته اللي هي هاي الحلقه السداسيه اللي بيها الهيتروأتم اسمها البيبريدين رينج. اوكي، فكلها اذا تنسالون تجتمع ممكن تعطيني التسميه مالته. اذا عرفنا اسم الالكالويد بيبرين الكالويد. طبعا نبات الفلفل الاسود هو نبات موسمي ترينا لغلاز. شايفين هاي الثمر مالته، شايفين انتم بالبهارات يجي اما مطحون او هيك يجي كثمر مجفف يعني صحاح يكون مثل البيري لايك مالته يشبه الكرز. اذا كان انورك غير ناضج يكون لونه اخضر، واذا صار له ماتوريشن يتحول الى اللون الاحمر. هذا اللون الاحمر الثمر مالته مجرد ما ياخذوه يجففوه راح يعطيني البلاك بيبر الفلفل الاسود. اذا اخذوه نقعوه بمي وشالوا القشور الخارجيه بعدين جففوه حيعطيني الوايت بيبر الفلفل الابيض. سامعين بالبهارات فلفل ابيض وفلفل اسود مو؟ فالفلفل الابيض والفلفل الاسود اثنينهم نفس الشيء هما، ولكن الفرق فقط في عمليه الجراينج مالتهم بالمثود مال الجراينج ومكتوب هنا كل التفاصيل. زين اذا الالكالويد اللي استخلصناه من البلاك بيبر اسمه بيبرين الكالويد. سولت سبستانسز حاله حال اغلب الالكالويدز، انسوليبل بالووتر ويذوب بالاورجانيك سولفنت، ويك بيس بالبداية ما بيكون طعم بس يترك لنا burning sensation بالنهاية. سبب burning sensation اللي يترك لنا اياها النبات هو سبب وجود الالكالويد. الالكالويد هو طعمه يكون كلش يعني مميز ويكون كلش بحدوده بسبب الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي اللي يسوي لنا اياها هنا، فيكون طعمه قوي. هاي البيبرين الكالويد، هذا البيبرين اللي موجود، هذا ستراكشر. المطلوب من عندكم تحفظون النيوكلياس على الاقل، ما اطالبكم ستراكشر كله، او ممكن يجيكم الستراكشر يعني ما يجيكم، احنا بس هالتايب نتكوز به جزء نظري، اكثر من تايب يجيكم وتعرفون. فهاي الحلقه البيبريدين رينج هي مميزه للبيبرين الكالويد. شنو استفاد منه؟ ما نحن نعزله ونوصل له ونريد نسوقه، ممكن يفيد في عمليه الاستيميوليشن اوف دايجستيف انزايم، يزيد لنا الدايجستشن، يحسن لنا الهضم، عمليه الهضم. بالانتي كونفولسنت الاشخاص اللي عندهم ايبليبسي اللي هو الصرع، يقلل شده الكونفولجن التقلصات. اذا تريدين تطلعين روحي وياها اذا تريدين. بالانتيكونسنت يقلل الشده مال الاتاكس مال النوبات مالته. واخيرا عندنا استخدامه از انتيكانسر. اغلب السكندري ميتابولايت اللي اخذتوها بفعل الكيميكال ستراكشر مالته تشتغل از انتي اوكسيدنت مضاده للاكسده بسبب السكافنجنج من الفري راديكلز اللي تسويها بفعل الفانكشنال جروبس اللي عندها. اوكي، فهو واحد من عندهم. كل شيء يشتغل از انتي اوكسيدنت نتوقع انه ممكن يتحكم بالخلايا السرطانيه ويشتغل از انتي كانسر او انتي انفلاماتوري، تمام؟ لان كلها مربوطه بالفري راديكلز اللي موجوده بالجسم. هنا اكو سؤال؟ اكو احد مفتهم؟ صعب لو زين؟ زين، راد شويه قرايه وتلخيص يعني بس. هذا اذا شرحناه هسه اللي هو جزء الاكستراكشن او الايزوليشن راح يتبخر الاسبوع الجاي وتجون ننجبر نعيده حتى تشتغلون. فعليه ينبقي اصلا الاسبوع الجاي حتى اصلا يعني نحكي ونبلشون شغل. اوكي، اللي ما سجل